خليك خليك. لا والله مسرايا. الحمد لله على السلامة. أحمد أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا عليك. تمام. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. أنا أرشد محمد مرغني حمور، ضابط متقاعد بالجيش السوداني. نشكر الرئيس السيسي وحكومة وشعب مصر على كرم الاستضافة. ما قصروا معانا كله واحتوانا ولقينا كله معاملة حسنة. بس بطلب وبناشد من السيد الرئيس السيسي شخصيا، عندنا أسر تعبانة، عندنا أسر عيانة، بنطلب يستثنى أعمار التأشيرة. يعني في بيكون واحد أمه هنا موجودة وأخواته وهو راح على حلف عشان ياخد تأشيرة، والأمهات رفضوا يخلوا أولادهم، الأمهات راحوا مع أولادهم على حلف عشان ياخدوا تأشيرة. مناشدة من السيد الرئيس السيسي نظرا لظروف الراهنة يستثنى أعمار الشباب ويعطيهم تأشيرة على المعبر. شكرا مصر، شكرا الرئيس السيسي، شكرا للشعب المصري، كتر خيركم. الوضع في السودان؟ الوضع والله الحمد لله نسأل يعني يلطف بالسودان. الوضع يعني الحمد لله، نتمنى انه الناس تتصلح. والوضع يعني عايشين ظروف صعبة، لا كهرباء لا مياه، وأوضاع مأساوية خالص يعني. ونسأل انه رعب خوف، في رعب وخوف وغصف. نسأل انه ربنا يلطف بالشعب السوداني وكل الناس ترجع بلدها. شكرا مصر، شكرا سيسي، شكرا حكومة مصر. الحمد لله على السلامة. الله يعطيكم العافية. شكرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. أنا تمام الحمد لله، وشكرا لكم كثير، وقفتوا معنا ما قصرتوا معنا في أي حاجة. نحن شغة، نحن أخوان من بدري يعني، دي حاجة ما أنا اخترعتها النهاردة ولا حاجة جبتها جديدة، وإنت تعرف ذلك. نعم. نحن ومصر يعني من بدري أخوان. صحيح. وغلب واحد، إحنا في ظرف استثنائي. غلب واحد، غلب واحد. نعم. الأول ربنا يزول الغمة دي، وإنه الفرغاء يصالحوا وتعود يعني الحياة، والحروب بقت ما حاجة مطلوبة. العيشة إيه في السودان دلوقتي؟ والله زي ما قال الأستاذ سعد اللواء المعاش، إنه في مشاكل، في مشاكل، في انعدام للخدمات تماما، الحياة متعطلة تماما، محطات مياه متعطلة، كهرباء فيها مشاكل، المواد التموينية فيها مشاكل، أكل كمان، قفل الغصف، القصف والضرب بالضرب النار، في عدم أمان. عدم أمان، في عدم أمان. نحن دلوقتي أصعب حاجة طبعا، ما تفرجناش تلفزيون، مش عارفين الحاصلة في السكة وكذا. لكن من في الطريق؟ اليومين في الطريق. الطريق؟ نعم. من الخرطوم ولا منين؟ أنا من الخرطوم. خرطوم؟ نعم. دي اللي فيها المشاكل كلها؟ نعم. نعم. وضرب نار متقطع وكده، وفي محاولات، وفي شايف في مساعي بيتكلموا عن مساعي لأنه يجمعوا الفرغاء لوصول لهدنة. عشتوا إزاي آخر أيام رمضان؟ والله يا أستاذ أحمد رعب. رعب. الناس كانت مرعوبة بحق وحقيقة. الناس كانت مرعوبة، لأنه نحن في الخرطوم ما تعودنا على كده. اول مره نحن نعيش تجربه زي دي، حتى لو تجربه سيئه. ايوه، تجارب سابقه ما كانت بالعنف ده، ما كانت بالعنف ده. نسال الله انه يلطف بينا ونشكره. تعبت هنا في المينا لما دخلت بصراحه؟ انا بالنسبه لي لا، لا، لانه انا مش علي تاشيره فوق الخمسين. بس زي ما قال سعد اللواء انه يعملوا اجراءات ان شاء الله. يعملوا اجراءات ان شاء الله، يستثنوا. لكن غير كده ما فيش حاجه؟ لا، الحمد لله. الحمد لله. كله امن وامان. طب ايه اللي منتظر ايه دلوقتي؟ كمان موزع لنا الهلال الاحمر المصري. نعم. كله تمام الحمد لله على السلامه. ونشكر في بلدك جزيلا برنامج ناجح. بلدك هنا ما فيش شك. ما فيش شك. ما فيش شك. ما فيش شك. ودي مش اول مره انا اجي مصر، انا بنزل مصر على طول الحمد لله. والله تقول ايه للشعب المصري؟ شكرا جزيلا. لا، غير شكرا جزيلا. والله اقول والله اكثر من شكرا. عنده بلد امنه يشكر ربنا عليها. انتوا في نعمه الحمد لله، انتوا في نعمه كبيره، وربنا يصلح الحال. واتمنى انه الناس تقدر النعمه اللي هي فيها. صحيح. نعم نعم. في نعمه. الحروب دي حاجه سيئه جدا. نعم. عدم الامان هو اسوأ شيء. عدم الامان. انك تبقى قاعد ومش عارف انت عايش ولا هتعيش ولا لا. والحياه تعطلت تماما. لا مدارس. كل حاجه. لا مدارس ولا حكومه. ما كل ما شيء ما متوقف. كله متوقف. نحن بقالنا اكثر من 15 يوم. ما فيش حاجه. مش حياه. لا، ما فيش حياه. مفيش حياة. ولا خدمات. ولا خدمات. ولا خدمات. كله وقف. تمام. لا. اجزاء بسيطه من الخرطوم هي اللي فيها الخدمات. اجزاء بسيطه. اجزاء بسيطه. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. عايز حاجة؟ شكرا جزيلا. شكرا لكم، ما قصرتوا والله. والله ما قصرتوا. شكرا جزيلا.